إصرار بوتين على الوقوف أمام كل هذا الضغط الأوروبي؟ شوفي بقى القضية، لأنه القضية حقيقية، لأنه ما هيش مختلقة، لأنه القرم مسألة فعلا لن تنتمي إلى روسيا، ولأن أوكرانيا مسألة فعلا حديثة استقلال وملتبسة في الناحية القومية ومن الناحية الجغرافية واللي انت عايزاه، ولأن التاريخ ده 300 سنة موجودة جزء جزء تجزأ من روسيا، ولأنها الإمبراطورية الملتفة حول نفسها، ولأنه بدأ في ناس تانيين يقولوا ده لعبة بالنار زي ألمانيا. يعني أنا بقى عاوز أقولك أنه ألمانيا على سبيل المثال أول حاجة قالتها ميركل، وانا واثق من الصحفيين اللي بسمع منهم الناس اللي بتتصل بيهم، ان اول حاجه قالت، اول رساله قالتها لاوباما، قرات الروس يمكن استغلوا الموقف اكتر من اللازم، لكن let us be careful خلينا نبقى ناس حريصين، لا تستعمل كلمه عقوبات على بلد زي روسيا. يجوز تستعمل عقوبات على بلد زي ايران، على بلد ضعيف، لكن مع روسيا ما تستعملش كلمه عقوبات. الصين وقفت بعيد ومش موافقه على الكلام ده كله، انا اعتقدت انه ايضا ممكن تيجي تعملها حاجه زي كده في التبت مثلا. فانت الموقف ان انت هنا قدامك ايه؟ قدامك مجموعه من الدول برزت في عدد من القارات، مقربه من انها تعمل نوع من التعاون الدولي، بنعمل ديريكتور زي ما كنا بنقول، لكن بعضها حاسس بانه لديه من الاسباب الداخليه ما يعوقه، فكل واحد عاوز يعمل بشكل ما يصحح ما جرى له في مرحلة سابقة لكي يكون مستعدا لمرحلة قادمة. لكن هل احنا بنشوف دلوقتي إعادة تشكيل؟ بالضبط، انت بالضبط بتشوفي انه ناس برغم الأزمة اللي قدامي وبرغم التوترات اللي شايفه قدامي، انا شايف قدامي ملامح وعلامات تغييرات بتقول لي انه اللي انا شايفه قدامي هو أطراف دولية تعيد تصحيح أخطاء سابقة، تعيد تصحيح رجة الزلزال، تريد أن تعود بالأمور لوضع طبيعي، وأن تصنع نوعا من القياد من الإدارة العالمية، من مجلس إدارة العالمية. ده طبعا مسألة صعبة جدا، لأنه اللي متفردين بالتفوق، اللي متصورين كذا يعني. بس هنا في عودة للدور الروسي بقوة، يعني إنها لم تعد أحادية القطبية، ولكن الدور الروسي مش بس لا، بص لألمانيا، بص للصين. أنا بقول إن العالم بتبرز فيه قيادات جديدة، القوى القديمة، أمريكا مثلا على سبيل المثال، أوروبا المتحدة الموحدة على سبيل المثال، أهم حاجة فيها إنه ألمانيا هي اللي في قلبها. بمعنى خلي بالك إنه الصراع الأوروبي كله كان بيهدف إلى منع ألمانيا من أن تكون قلب أوروبا. هذا هو الخطر الذي حاربه نابليون، هذا هو الخطر اللي حاربه تشرشل، هذا هو الخطر اللي حاربته مارغريت تاتشر، لأنه إنجلترا باستمرار كان سياستها أن لا تكون هناك قوة أو تحالف قوة في أوروبا يؤثر على قوتها. عايزة هي كويس؟ بس أرجع للدور الألماني، هل ألمانيا ده موقفها عائد للعلاقات الاقتصادية المهمة اللي بينها وبين روسيا؟ مش بس كده، عائد لأنه ألمانيا تطمح أيضا إلى أنه الديريكتوار مجلس الإدارة العالمي يبقى موجود، تطمح إلى أن يكون لها دور، تطمح مع اعترافها بالقوة الأمريكية إلى أن تدرك أمريكا أنها طرف متساوي حتى وإن تفاوتت قدرته في داخل مجلس إدارة العالم. هو ده اللي احنا هنتعامل معاه. فأنت الرئيس الجديد بالضبط، أي رئيس جديد واحد عليه أن يدرك أن في تفاعلات في أوروبا، لها في العالم، لها الحرب الباردة ولها حرب عالمية تانية ولا حاجة أبدا، لكن هذه ردة فعل الزلزال يصحح أوضاع مضت بها عصر الزلازل إلى أبعد مما تقتضي الأمور أو تسمح به الأمور. فأنت قدام عملية تصحيح، وهذه عملية تصحيح قد تنتج لك نوع من مجلس إدارة العالم، عليك أن تقرري كيف تتعاملي معه، لكن أنت قدام خريطة جديدة للقوة في العالم ترسم. أنا بس عايز أقف عند الحقيقة جملة مهمة حضرتك كتبتها في يعني كتابك الزلزال السوفيتي، أن التحولات الكبرى في التاريخ لا تحدث بأسلوب الانقضاض من الهواء، وإنما تحدث هذه التحولات بقوانين التطور ذاتها. طبعا. هل ما نحن فيه هو قوانين التطور طبيعي ذاتها؟ طبيعي، أنت لما تشوفيه كده هو ده قوانين التطور. ليس في قوانين التطور أنه دولة واحدة تسيطر على العالم، ليس في قوانين التطور انه مجموعه دول اقوياء تبتدي تحكم فيما بينها وتركن العالم كله، لكن في قوانين التطور
افتكر ان احنا تطورنا على المستوى، احنا تطورنا في العالم حتى على مستوى الافراد، تطورنا من مجتمع الهمجيه اللي كل واحد مجتمع الطبيعه زي ما بيسموه كل واحد بيعمل اللي عايز يعمله، الى مجتمع العائله اللي فيها رئيس، الى مجتمع القبيله اللي لها رئيس، الى مجتمع الدوله التي لها حكومه، الى مجتمعات كثير قوي. هنا في الرغبه في تنظيم السلطه في العالم، لا يسمح لحد ان ينفرد بسلطه القرار العالمي.